مساء الخير على كل مشاهدينا. النهاردة حلقة جديدة من برنامج بيوتي سيكرت. النهاردة حلقة جديدة بسر جديد، وسر النهاردة هو انتوا بس مش هتسمعوه من الضيف اللي معانا، انتوا كمان هتشوفوه. كل حلقة انا معوداكم ان احنا نعمل لكم مفاجأة مميزة. رحت احد الجيمات وهو ماكس جيم، وحاولت ان انا اجمع من معظم البنات اللي هم بيتابعوا مع دكتور نيوتريشن، بحيث بقى اللي عندها مشكلة في الدهون الموضعية، السلولايت، الستريتش مارك. تعالوا نشوفوا معانا التقرير اللي معانا، نشوف سألناهم في ايه وجاوبوا بايه. يلا نطلع لتقرير صغير ونرجع تاني. عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله. هاخد منك تقرير صغير كده. اتفضلي. اسمك ايه الاول؟ ياسمين. كام سنه ياسمين؟ 21. ايه اللي خلاكي تختاري ماكس جيم؟ سمعت اللي هو كويس وصحابي جم وخسوا وكده. ايه اللي خلاكي بقى تيجي؟ كان ايه المشكله اللي عندك فخلاكي قرري انك تنزلي الجيم؟ رحت مع دكتوره، كنت بنزل مقاسات، كنت بعمل جلسات موضعيه. تمام. كنت بنزل مقاسات بس ما بنزلش وزن. فكنت بتنزلي مقاسات بس ما كنتيش بتنزلي وزن. فجيت هنا برضه عشان انزل وزن، والدكتور قالت لي روحي جيم وكده بس، وجيت هنا عشان اقدم عشان اشترك معاهم في الجيم. النهارده اول يوم ليكي. كنت عايزه تنزلي الاثنين مع بعض، عشان كده الدكتور رشحت لك انك تعملي الاثنين مع بعض. تمام. واستفدتي من الجلسات؟ نزلت مقاسات. ان شاء الله تحققي اللي انت عايزاه وتتبسطي في الجيم هنا وتنزلي الاثنين مع بعض ان شاء الله. ماشي، في السعيده مش هاخرك على خير. عايش بجد. لا شابو ليكي. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. عماله واقفه بعيد عماله اشوفك وانت بتلعبي، بجد ابهرتي فعلا. انت بقالك فتره بقى على كده؟ بقالي 3 سنين هنا في الجيم. بجد حلوه قوي. ايه اللي خلاكي تيجي الجيم اصلا؟ انا ماما اصلا ما شاء الله مامي. وكان في وزن وكان في حاجات كتير كده، عملت جلسات وعملت رجيم وعملت حاجات كتير، وجيت في الاخر برضو الجيم هنا. بالنسبه لي ده لايف ستايل ما بغيرهوش. بحييكي ويعني وبشجعك انك تستمري في اللي انت فيه. ميرسي جدا. باي. عايش. عامله ايه؟ الحمد لله. ينفع تاخد من وقتك دقيقتين؟ 3 دقايق. ايه الاخبار؟ يومك كان حلو النهارده؟ جدا. احكي لي بقى بتلعبي جيم ليه؟ عشان اعمل ريشيب لجسمي. تمام. في حاجات مثلا مضايقاكي فبتعملي لها ريشيب معين؟ في حاجات كده شويه في جسمي لازم يخس شويه. وبقالك قد ايه بتلعبي جيم؟ بلعب من 7 شهور. طب حلو قوي. ماشي، ميرسي على وقتك ان انا اخرتك. يلا باي. مع التمرينه. ماشي. ازيك؟ ايه الاخبار؟ طيب. تحبي اسيبك تريحي شويه قبل ما نتكلم؟ لا اتفضلي. ايه عايزه اعرف اسمك الاول؟ لميس. عايزه اعرف ايه مشكلتك يا لميس انك جيتي الجيم هنا؟ كان عندي سلايت وكان وزني مش ثابت، شويه بتخن وشويه بخس. تمام. فحبيت ابدا الرياضه عشان اثبت الوزن بتاعي. قولي لنا كده البروجرام اللي انت بتمشي عليه اصلا النهارده. انا دلوقتي بسخن يعتبر. بسخني اللي هو الكارديو بتاعنا. بالظبط كده 10 دقايق وهدخل بقى على الورك اوت اللي الترينر بتاعتي كاتباهولي. تمام. اسيبك ما عطلتيش. اوكي ميرسي. الحمد لله. اسمك ايه؟ مريان. بقالك قد ايه في الجيم؟ كده بقالي شهر. كنت النهارده بتتمرني ايه يا مريان؟ لور بودي وابس. انت ايه اصلا المشكله كانت عندك؟ انا كانت بطني بس اللي مضايقاني، بس ابتديت اشتغل عليها. تمام. انا هسيبك بقى النهارده عشان تكملي يومك. يلا باي. الحمد لله كويس. اسمك ايه؟ شيري. كام سنه؟ 22. شيري ده اسم الدلع ولا لا؟ دلع. احكي لنا بقى انت بتيجي الجيم تعملي ايه هنا؟ بصي انا عندي ستريتش ماركس، فجايه اعالج الحاجه دي لان هي مضايقاني جدا. دي المشكله طبعا بتضايقك. بس عشان بتضايق كل البنات. هو عشان بتخن وبخس فطلعت لي. يعني قد ايه في الجيم؟ 3 شهور. انا سمعت هنا بقى طول ما انا ماشيه كده شيري دي ما بنعرفش نتمرن غير لما بتغني. انت لازم تسمعينا حاجه، ما ينفعش تسمعيك. يلا. الله على جماله في كده، الله ده انا قلبي كان في حاله شاف عيونه داب، ان شاء الله عايش حياتي كلها معاه. لا بجد. يلا اشوفك مره ثانيه ان شاء الله.